واجي اخد بركتكم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعوضهم كل خير ويعيشوا ويعمروا. في مشكله كده بتقابلنا كلنا كمسيحيين او كارثوذكس، لما باجي ابونا اتكلم مع ابونا في اب الاعتراف، يا ابونا اقول له ابونا انا كل مره احس ان انا بعترف نفس الاعتراف، انا كل مره باجي ما بتغيرش، انا ما انا مش عارف اتغير، كل مره هي. طب وبعدين الحل ايه؟ فتعالوا نشوف النهارده كده الانجيل بيقول لنا ازاي اتحول الى انسان اخر، كيف اتحول الى انسان اخر. في قصه مشهوره كده في الكتاب المقدس عن اختيار شاول الملك في صموئيل الاول اصحاح 9 و10. اصحاح 9 و10، شعب بني اسرائيل قال لصموئيل اختار لنا ملك، يا جماعه ده ربنا هو الملك بتاعكم، لا اختار لنا ملك. فراح خد الرساله وادها لربنا صموئيل النبي وقال له الشعب عايز ملك. فقال له وانا مش عايز اختار لهم ملك، انت يا رب الملك بتاعنا. فقال له فربنا قال لصموئيل هم ما رفضكش انت، هم رفضوني انا هختار لهم ملك. بص انت بكره هبعت لك واحد اسمه شاول، وشاول ده صفاته كذا كذا. شاول ده كان يقول لك الديسكريبشن بتاعته في الاصحاح 9، يقول من كتفه لحد رقبته لما يقف يبقى هو اعلى واحد في الشعب، يعني حاجه منظر كده، حاجه حلوه. بكره هيجي لك، واول ما يجي لك طلع قنينه الدهن واسكبها على راسه وقول له ربنا اختارك انت الملك بس، وهو نتصرف بعد كده. طيب شاول الرساله توصل له ازاي؟ شاول كان من اسره متوسطه من سبط بنيامين. بنيامين ده ابن مين؟ يعقوب. يعقوب عنده 12 ابن، سبط بنيامين هو اخر سبتين، سبط يوسف وبنيامين. بنيامين ده اخر واحد عند ولاد يعقوب، ويوسف وبنيامين ولاد مين؟ ولاد رحيل، صح؟ فجي قال له ايه؟ بص راحت فجاه كده الحمير القطن بتاع ابو شاول ضاعت، فراح ابو شاول قيس قال له روح يا شاول دور على القطن، فخد الغلام معاك ودور على الحمير اللي ضاعت. فقال له طيب، فراح واخد الغلام بتاعه وراحوا ماشيين، قعدوا يوم يومين مش لاقيين الحمير. فالراجل الخدام او الخادم بتاع شاول قال له طب بص انا انت عارف حاجه، احسن حاجه ايه؟ تعال نسال الرائي، او تعال نسال رجل الله في المدينه جنبنا هنا صموئيل، وممكن يقول لنا القطن فين عشان ندور عليه، لان احنا غبنا على بيتنا، يلا نرجع بيها. فقال له طيب بس انا احنا خلاص الاكل معانا خلص ومعناش حاجه نقدمها لرجل الله عشان نساله. قال له بس تعالى. وهم داخلين المدينه قابلهم صموئيل، قال لهم انا الراجل اللي بتدوروا عليه، انتوا عايزين ايه؟ قالوا له احنا بندور على القطن بتاعت ابونا ومش لاقيينها. قال لهم طيب بس تعالوا معايا ايه؟ قال له تعالى معايا، عندي عزومه فوق على الجبل، المكان بتاعي، في المكان اللي انا بقعد فيه عندي عزومه، وتعالى انا هقول لك القطن فين. فشاول يقول له عزومه ايه يا عم؟ عزومه ايه اللي انت هو في بيني وبينك معاد قبل كده؟ ده انا بسالك الحمير فين، يعني موضوع ابسط من البساطه. قال له لا تعالى. اول ما طلع شاول على الجبل في مكان لقى عزومه كبيره، والارخنه بقى والكبار بتوع بني اسرائيل قاعدين مع صموئيل النبي، وفي عزومه. فصموئيل النبي قال للخادم بتاعه، قال له هات النصيب بتاع الانبياء وحطه قدام شاول، هات النصيب بتاع صموئيل النبي وحطه قدام شاول. فالراجل الخادم راح شايل الكتف بتاع الذبيحه اللي هو عاملها العزومه وحطها قدام شاول. فشاول عمال يستغرب، هو انا في ايه يا جماعه؟ انا ابن مين؟ ده انا اصغر سبط بنيامين، ووالدي اصغر عيله في سبط بنيامين كمان، يعني ماليش ولا صموئيل النبي يعرفني. ليه الاكرام ده كله؟ ليه الغلو بتاعي عند رجل الله ده؟ انا مش فاهم حاجه. قال له طيب يا عم بابا
قلق عليا، انا عايز اروح خلاص بقى، كفايه بقى لنا يومين. قال له الصبح هقول لك. الصبح صبح عليه، يلا يا شاول تعالى انا اقول لك الحمير فين. راح مطلع قنينه الدهن وسكبها على راس شاول وقال له انت ملك اسرائيل، الرب اختارك انت ملك اسرائيل. الراجل بحلق له كده وقال له انت بتعمل ايه؟ طيب خلاص ماشي يا عم اهلا وسهلا. اروح؟ قال له لا ما تروحش، انت كده المفروض هتتغير. اتغير ازاي؟ قال له لا هتتغير. طيب طب خلاص اروح؟ قال له لا ما تروحش، اول ما وانت ماشي من هنا اطلع على قبر رحيل، اطلع على قبر رحيل، هتقابل راجلين هيقولوا لك القطن وجدت وابوك مهتم بيك وروح. ابوك مهتم بيك وبيدور عليك انت والخادم بتاعك. قال له طيب الحمد لله. بعد ما اطلع على قبر رحيل ويقولوا لي القطن وجدت اروح؟ قال له لا، اطلع على بيت ايل. بيت ايل اللي هو مكان اللي بيقدموا فيه الذبائح ومكان اللي بيعبدوا فيه ربنا، المذبح اللي بنى ابراهيم، في المكان اللي بنى المذبح ابراهيم. فقال له اطلع على بيت ايل. طب اعمل ايه عند بيت ايل؟ قال له هتقابل ثلاث رجاله، راجل شايل ثلاث جداء، راجل شايل ثلاث رغيفه عيش، راجل شايك زق خمر، يعني ازازه خمره. تعالوا نفكر فيها كده، از نوت فير. راجل شايل ثلاث جداء، ثلاث معيز صح، والتاني شايل ثلاث رغيفه، وواحد تاني شايل ازازه خمره، از نوت فير. ما توزعوا على ما كل واحد يشيل حاجه. قال له طيب ماشي، هيعملوا ايه؟ هيدوك رغيفين، مش هيدوني معزة، لا مش هيدوني حبة خمر، لا هيدوك رغيفين من التلاتة خدهم. أنا ما أناش فاهم حاجة. طيب أروح بعد كده؟ قالوا لا لسه. أعمل إيه؟ اطلع على أنصاب الفلسطينيين. أنصاب الفلسطينيين يعني حدود الفلسطينيين. الفلسطينيين طبعا أعداء بني إسرائيل، فهم اطلع على الحدود كده شوية عند اللي هم بقى الناس اللي متربصين ببني إسرائيل. اطلع عند الحدود دي هتلاقي في جماعة أنبياء نازلين من الجبل بيتنبأوا، ادخل في وسطهم هتتنبأ معاهم وتسبح ربنا معاهم. قال له طيب وبعد كده؟ ماشي حاضر. بعد كده أروح؟ قال له وانس إن حل عليك روح ربنا هتتحول إلى إنسان آخر وتعمل ما يقودك إليه روح ربنا، وتعمل ما يقودك إليه روح ربنا. تعالوا نفهم إزاي أنا كمان أتحول إلى إنسان آخر، وإزاي أنا كمان يقودني روح ربنا من خلال الثلاث خطوات اللي إحنا قلناهم دول. أول ثلاث خطوات إحنا قلناهم اطلع على قبر رحيل، الدرس الثاني عند بيت إيل أو بيت الله، ثالث درس جعبة الله أنصاب الفلسطينيين، وخش في زمرة اللي بيسبحوا. تاني كيف أتحول إلى إنسان آخر؟ علي ثلاث حاجات: أقف عند قبر رحيل، وأخش وأروح عند بيت إيل أخذ الرغيفين، وأروح عند أنصاب الفلسطينيين اللي هي مكان الخطاة، وأخش في زمرة الناس المسبحين. إيه الحكاية ديت؟ تعال نقف عند قبر رحيل. أنت عايز تتحول إلى إنسان آخر، روح أقف عند قبر رحيل. مين قبر رحيل؟ رحيل دي يا شاول تيتا ستك صح؟ مش أنت من سبط بنيامين؟ ورحيل ولدت مين؟ ولدت ولدين، يوسف وبنيامين، وأنت من سبط بنيامين. يبقى دي وقف عند قبر تيتا شوية، تيتا شوية. طيب إيه حكاية تيتا ديت؟ إيه حكاية رحيل؟ عايز تقول لي إيه الدرس اللي أتعلمه منه يا صموئيل؟ عايز أقول لك يعقوب أبو الآباء اتجوز رحيل إزاي؟ راح عند خاله لبان، قعد يقول له أنا أخدمك 7 سنين، حب رحيل من كل قلبه، حب يتجوزها، قال له أخدمني 7 سنين. قال له خلاص أخدمك 7 سنين. قعد يشتغل ليل ونهار 7 سنين، وبعد 7 سنين قال له ايه؟ خلاص انت بكره الفرح،
وراح ضحك عليه ومتجوزه مين؟ متجوزه ليئة، صح؟ قال له ايه ده انت خمتني يا عم؟ لا، قال له ما فيش بقى، هي كده انت نصيبك ليئة. طب عايز رحيل؟ اه خدها بسبعة كمان. قعد 14 سنة يتجوز عشان يتجوز رحيل، مع ان وليئة مكروهة، وليئة مش محبوبة للقلب، صح؟ لكن لو كان قال له خد لي بسنة واحدة، قال له كان يقول له ايه؟ يفتح الله يا عم، ده مش سكتي خالص. لا، انت خدها ب14 سنة. طب اتعلم من كده ايه؟ رحيل جابت ايه ليعقوب، وليئة جابت ايه ليعقوب؟ رحيل جابت له ولدين، واحد ضيع عمره وواحد ضيع عينيه، والتاني ضيع عمره حزن عليه. أول ما رحيل ولدت يوسف، ويوسف بعد كده ضاع، قاعد إيه؟ يعيط، ضيعت، ولحد ما نظره راح. رحيل أم 14 سنة، رحيل أم 14 سنة ضيعت له نظره. طيب هحابي عليه؟ لا، أنا بص بقى، أنا هاخد يعني هاخد بالي من بنيامين بعد كده. بنيامين ده حبيبي، بنيامين ده حبيبي، أنا هحافظ عليه، مستحيل يخرج مني. ملك مصر بيقول لك مفيش أكل وهتموت لو ما جبتش بنيامين. ملك مصر بيقول لك مفيش أكل وهتموتوا كلكم لو ما جبتش بنيامين أشوفه، صح؟ يبقى واحد كمان إيه؟ ضاع منه كمان أهو، صح؟ نتعلم من كده إيه؟ تعالوا بقى نشوف كده. العالم كل واحد بيقول هنا إيه؟ أنا طيب. ليئة جابت له إيه؟ ليئة جابت له البكر، رأوبين البكر، صح؟ البركة. ليئة جابت له لاوي، سبت الكهنوت. ليئة جابت له شمعون، كتبت الكتاب المقدس، صح؟ ليئة جابت له يهوذا، اللي من جه نفسه السيد المسيح. ليئة جابت أمه بلاش جابت له البركات. أمه بلاش جابت له البركات، لكن أمه فلوس ومتعب وشقاء، ضيعت عينه وضيعت عمره. طب احنا بنعمل ايه في العالم؟ بنعمل ايه في العالم؟ كل واحد هنا يقول انا بعمل مستقبل لولادي، انا عايز اعمل لي قرشين عشان ابني حاجة، انا عايز اعمل لي قرشين علشان في العالم، عمال اشتغل في ساقية العالم عشان اعمل لي حاجة، اشتري بيت، اشتري عربية، اجوز الولاد. ام فلوس هتعمل ايه؟ خد بالك، قف عند قبر رحيل. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول. رحيل في القبر، رحيل ستك اللي ضيعت عين أبوك وجدك، وضيعت حياة جدك، وجابت له سمرتين ما جاش من وراهم غير التعب. أقعد أعمل أتخانق مع أخويا في الميراث، تعب. أقعد أتخانق مع مراتي، مين يمشي كلمته؟ أقعد مراتي تتخانق مع جوزي، مين؟ إزاي ما تسمعش كلامي؟ أقعد ليه؟ قف عند قبر رحيل، واعرف إن حياة الإنسان كبخار يظهر قليلا ثم يضمحل. حياة الإنسان حاجة شورت. خليك اطلع بفكرك عن لحد بيت ربنا، ازاي اتحول الى انسان اخر؟ ماسك في الدنيا ليه؟ عمال اجري ورا نفسي ليه؟ اقف عند قبر رحيل. هتلاقي اتنين هناك، هيقابلك الرجلين دول هيقولوا لك ان القطن وجدت وابوك مهتم بيك. لما تقف عند قبر رحيل وتعرف ان حياة الدنيا دي ايه، تعالوا احنا يعني بالتعبير البسيط كده يقول ايه، رقم اتنين ده يدل على ايه؟ على القلة. ده انا هاكل لقمتين وامشي، ده انا عندي ليا قرشين عند فلان هاخدهم وامشي، ده انا هشرب بقين مية وامشي، ده انا عندي مسافر يومين يبقى رقم اتنين بيدل على القلة. هتعيش قد ايه في العالم؟ 100 سنة، 200 سنة، 50 سنة، 60 سنة؟ بخار هيظهر قليلا ثم يضمحل. قف عند قبر رحيل، قف عند قبر. هالعالم يزول وكل شهواته،
وبعدين ايه ده الرسالة بتاعه العالم كمان بتقولك يا جماعة انت مهتم بالحمير ليه؟ الحمير يعني ملهاش تمن، ولو ان دلوقتي لها تمن، بس زمان ما كان لهاش تمن. هتهتم بيها ليه؟ الحمير الامور العالمية، الامور العملية العالمية ديت وجدت، القطن قد وجدت. حد فينا بيبات من غير عشاء؟ أليست 5 عصافير تباع بفلسطين وواحد منها ليس منسيا أمام الله؟ صح؟ جميع شعور رؤوسكم محصاة، تعالوا إلي جميع التعابة وأنا أريحكم، نقشتكم على كف يدي، من يمسكم يمس. القطن وجدت، أبوك مهتم بيك، أبوك مهتم بيك. الحمير إيه وبتاع إيه؟ فلوس إيه وبتاع إيه؟ ميراث إيه وبتاع إيه؟ خناقات إيه وبتاع إيه؟ أبوك مهتم بيك، أبوك السماوي مهتم بيك. الأمور المادية، انظروا إلى سنابل الحقل، انظروا إلى سنابل الحقل. ما في حتى سليمان في كل مجد، ربنا يقول إيه؟ سليمان في كل مجده إيه؟ ما كانش، ما بيلبش زي السنبولة بتاعت سليمان الأغنى الأغنياء، ما بيلبش زي سنبولة الحقل ديت. القطن وجدت، بس أبوك مهتم بيك. أقف عند قبر رحيل واعرف إن حياة الدنيا ماشية. اهتم بالأبدية، اهتم أنت ليك، أنت إيه في السنة، نسعى كسفراء عن المسيح كأن المسيح يعذبنا. أقف عند قبر رحيل، يبقى أول درس عشان أنا أتحول إلى إنسان آخر أقف عند قبر رحيل، أعرف إن العالم ده فترة وهتعدي وهتمشي. حتى في مزمور 73 يقول يا رب أنا مش فاهم يا رب أنت ليه بتنجح طريق الأشرار والتملي، الأشرار ناجحين وولادهم سمان وربحانين في العالم، لكن الفقير بلاوة بلاوة، كل حاجة ضرب على دماغه وتجارب، ليه ده؟ أنا خلاص، ده أنا كنت ممكن هطق من الموضوع ده، مش قادر. فيقول له إيه؟ فيقول المزمور حتى دخلت إلى مقادسك وانتبهت إلى آخرتهم، وانتبهت إلى آخرة الأشرار ديت إيه. طب أنت بتنتبه ولا لا؟ بتنتبه بتحسد الناس على العطايا المادية اللي برة، بس ما تبص لآخرتهم، انظروا إلى نهاية سيرتهم. الكنيسة عشان كده بتقول لنا ما تبصوش لحياة الأشرار اللي على الأرض ناجحة ولا مش ناجحة، بس بصوا إلى القديسين ونهاية سيرتهم. وأدخل انتبه إن يا ربنا إلى آخرتهم، لكل حاجة أخرى. أقف عند قبر رحيل، كله هيمشي، كله ماشي، بس لينا في السماء بناء أبدي. تاني نقطة يقول لك طب خلاص أروح بقى، أنا كده القطن اتلاقت أروح؟ قال له لا، اعمل تاني خطوة، اذهب إلى بيت إيل، روح عند المكان اللي بيسبحوا فيه ربنا أو اللي بيقدموا فيه الزبايح. أعمل إيه؟ هتلاقي تلات رجالة، واحد شايل تلات جداء، والتاني شايل تلات ترغيفة عيش، والتالت شايل إزازة خمر. طيب لو احنا بصينا كده، يعني زي ما قلت في الاول is not fair ان واحد يشيل ثلاث معيز على كتفه وايده مش عارف شايلهم ازاي، والتاني ماشي، التلاته ماشيين مع بعض، والتالت شايل ثلاثه عيش، والتاني شايل ازازه خمر. معنى كده ايه؟ اصل في بيت ربنا فهتقابل الثالوث، هتقابل الثالوث، هتلاقي اول حاجه ربنا شال خطيه نفسك وجسدك وروحك. مش احنا خطاه؟ إذا كنا احنا بلا خطيه فنحن نضل انفسنا، الجميع ساغوا وفسدوا واعوادهم مجد الله. وزي ما الكتاب كمان بيقول ان الجداء تعالوا يجوا عن الشمال والخراف يجوا عن اليمين، يبقى الجدي رمز للخطيه. لكن ربنا شايل الخطيه بتاعتك، شايل خطيه نفسك وروحك وجسدك، نفسك وروحك وجسدك شايل خطيه. كلنا شرور، كلنا آثام، كلنا خطية، كلنا شرور. أنا مولود بالخطية، أنا مولود بالخطية، والشر اللي أنا بعمله مع أخويا، والإثم اللي أنا بعمله ضد ربنا، ربنا شلنا كل الكلام ده. ربنا
بعت ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يكون لهم حياة أبدية. ربنا شال الخطية بتاعك. والتاني شايل ثلاث رغفة، هيديلك منهم رغفين، هيديك منهم رغفين. ربنا ادانا الخلاص، ادانا الخلاص، خلصنا أرواحنا، أرواحنا ونفوسنا، زال اللعنة الأولانية وفدى نفوسنا. يبقى بس لسه الجسد بتاعنا، لأن الجسد بتاعنا احنا لسه في العالم، لسه في العالم. لما نكمل طريقنا، لما نكمل الرسالة بتاعتنا، نقدر بعد أن نتحول في يوم القيامة الأخير، نتحول إلى جسد ممجد. ده رغفين هيدي لك الخلاص بتاع جسدك، بتاع روحك ونفسك. طيب والخمر، حياة الفرح، حياة الفرح دي في الأبدية، حياة الفرح دي في الأبدية. بس تعال الكنيسة، تعال الكنيسة، خد الرغفين، خد جسد ودم المسيح، يعطى لخلاص، يعطى غفران للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. صح؟ كل واحد عنده، ربنا ما يسمحش حد عنده سكر بياخد دواء السكر، حد عنده blood pressure بياخد دواء blood pressure، حد عنده صداع بياخد أدفل تايلانول، حد عنده أي مرض بياخد اللي مكتوب عليه الديسكريبشنز بتاعته المكتوب عليه، حد عنده خطية، حد عنده خطية؟ كلنا صح؟ بنيجي ناخد إيه؟ الدواء. ما لو أنا جيت الكنيسة هنا علشان أنا حلو، نو أنت، إحنا بنيجي الكنيسة هنا عشان ناخد الدواء اللي مكتوب عليه يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. هو ده أنا كده، عشان كده أنا جاي لجسد ودم المسيح. يبقى أول نقطة أقف عند قبر رحيل، أعرف إن العالم زايل. تاني نقطة أجي أعيش في كنيسة ربنا، أخذ جسد ودم المسيح اللي يطهر من كل خطية، اللي يديني حياة الفرح الأبدي في ملكوت السماوات. طيب تالت نقطة أعمل إيه؟ أروح؟ قالوا لا متروحش، انزل على أنصاب الفلسطينيين، روح عيش طبعا يعني عند الشر، عند الخطاء أو الأعداء المتربصين ببني إسرائيل. تدينا آية كده بقى بسرعة، إبليس عدوكم ها كإيه؟ كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. صح؟ يجول إيه؟ ملتمسا. مهم قوي حتة ملتمسا دي، أصل هو لو so powerful هي attack you، he's gonna attacking you right away. بس هو علشان ماشي وسطنا كده، ماشي وسطنا كده يجول ملتمسا، لكن ما يقدرش علينا، ما يقدرش علينا. ليه؟ خلاص احنا المسيح خلصنا من العبودية المرة، خلصنا من عبودية إبليس إلى مجد أولاد، إلى حرية مجد أولاد الله. صح؟ يبقى إبليس معلوش، يعني أنت لو عشت مع أنصاب الفلسطينيين ما يأثروش فيك. يا أبونا أنت متعرفش إيه اللي بيحصل في الشغل، إيه يعني اللي بيحصل في الشغل؟ يا أبونا أنت متعرفش أنا بشوف إيه في الأوتوبيس، تشوف إيه في الأوتوبيس؟ يا أبونا أنت متعرفش أنا بشوف إيه في الشارع، يا أبونا أنت متعصدي يا أبونا إزاي بس؟ يا حبيبي إيه يعني؟ عدوكم إبليس عدوكم يجول ملتمسا من يبتلع، معلوش عليك، معلوش عليك قوة، مفيش باور عليك، مفيش سلطان ليه عليك. انت تقدر تقول لا. احنا مش بنصلي في المزمور 50 ونقول ايه؟ لتبنى اسوار اورشليم. فين الاسوار بتاعتك؟ ولا السور بتاعنا يعني نطته؟ لا، ده سور عالي. لتبنى اسوار اورشليم، روح عند انصاب الفلسطينيين، روح عند انصاب الفلسطينيين، هتلاقي جماعه رب، جماعه الانبياء نازلين من الجبل بيسبحوا، خش وسطهم سبح. أخبار حياة التسبيح عندك إيه؟ التسبيح عندك إيه؟ داود النبي بيقول أما أنا فصلاة، أما أنا فصلاة. يعني إيه أما أنا فصلاة؟ يعني الراجل مشغول يلهك في ناموس الرب نهارا وليلا، إزاي أنا أبقى أما أنا فصلاة؟ زي ما بنصلي كمان النهاردة يقول سبع مرات سبحتك على أحكام عدلك داود النبي بيسبح، إن لم أجد
لا أعطي نعاسا لنوم ولا راحة لصدغي إن لم أجد مكانا لإله إسرائيل. بتجيب وقت منين يا داود النبي؟ داود النبي كان شغلته إيه؟ نبي طبعا. داود النبي نبي. تاني حاجة ملك، تالت حاجة قاضي، رابع حاجة قائد جبار بأس، صح؟ خامس حاجة وأهم حاجة في الموضوع رب أسرة. رب أسرة يعني ما تقوليش أنا برجع من البيت، برجع من الشغل على ما تلهي في العيال وأقعد ألعب معاهم ولا أشوف مذاكرتهم ولا ده كان متجوز كم واحدة وعنده ولادة قد إيه. ده غير كده كمان أبشالوم كان واقف له على باب المدينة عامل له قلق في دماغه، وسليمان عمال يجهز له مواد البناء، وابن بتشبع خلاص هيموت اهوت، راجل يعني مشغول. ممكن يقول انا مشغول، انا عندي اسره، ما عنديش وقت للتسبيح، ما عنديش وقت ان انا اكون صلاه، لا عندي وقت الباكر ولا الثالثه ولا السته ولا التسعه ولا الحادية عشر ولا نص الليل ولا التحاليل بتاعتهم ولا الكلام ده خالص، ما عنديش وقت للعشيات، ما عنديش وقت للنهضات، ما عنديش وقت للاجتماعات، ما عندي. ومع ذلك داود النبي يقول سبع مرات في اليوم سبحتك. بتجيب وقت منين؟ بس ايه؟ اما انا فصلاة. يشوع النبي يقول ايه؟ اما انا وبيتي فلنعبد الرب. فين حياة التسبيح؟ حياة التسبيح اللي هتعيش بيها. نيجي هنا كمان الكنيسة بقى تعلمنا حياة التسبيح في الكتاب المقدس، تقول لنا ايه؟ تقول لنا بصوا تعالوا قفوا لسماع الانجيل المقدس، صح؟ الشماس اول ما بيطلع دلوقتي كان قال لنا ايه؟ stand up in the fear of God، قفوا لسماع الإنجيل المقدس، فصوا من بشارة معلمنا ماري يوحنا الإنجيل البشير، بركاته علينا أمين. حلو، يلا خش عليا بالإيه؟ بالإنجيل. يلا إيه؟ ها الإنجيل بقى، إقرا لي الإنجيل. لا، من مزامير. إيه يا عم؟ طب ما تقول يعني لوجيكلي كده، قول من مزامير تراتيل داود النبي الأول، بعد كده قول الإنجيل فصل من بشارة يوحنا البشير، وكده وقرأ الإنجيل، صح؟ ده الترتيب المنطقي. لكن الكنيسة تقول لك لا، أنا هقول لك الأول قف عشان نسمع كلمة ربنا، الإنجيل اللي هو معلمنا يوحنا كتبه. بس خد بالك، مش هقدر أفهم كلمة ربنا ولا هقدر أفهم هو عايز يقول لي إيه، انلس يكون عندي حياة التسبيح بتاع داود النبي، انلس ان انا افتح قلبي لسماع كلمة ربنا من خلال تسبيحة الكنيسة، من خلال مزامير وتراتيل التسبيح اللي هي اما انا فصلاة. البابا شنودة الله ينهي نفسه يقول لك ايه؟ احفظ المزامير تحفظك المزامير، احفظ المزامير تحفظك المزامير. يبقى مش هقدر افهم كلمة ربنا، مش هقدر اتغير ولا أكون إنسان آخر أنلس أعيش حياة التسبيح في الكنيسة. وأنس إنك دخلت وعشت في حياة التسبيح، وأنس إنك أول حاجة إيه؟ وقفت عند قبر رحيل، العالم يزول وكل شهواته، أما من يصنع إرادة الله فيثبت إلى الأبد. اتنين، عشت في بيت ربنا وأخذت جسده ودمه وعايش حياة الفرح اللي هاخدها في الأبدية. رقم تلاتة، عايش حياة التسبيح في الكنيسة، تسبيح ربنا، أما أنا فصلاة. لما أخش وسط جماعة المؤمنين هتنبأ روح ربنا هيحل علي. طب أعمل إيه بعد كده؟ ما أقدرش أقولك بقى، ربنا هو اللي هيقودك، ربنا هو اللي هيقودك. ربنا يدينا نعمة وبركة، وإن إحنا نكون عاملين سمعين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل هوان وإلى ظهر الدهور كلها. آمين.